هل تمسح الرقبة عند الوضوء؟ لا، هذا بدعة، يمسح الرأس فقط. الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، والرقبة لا تسمى رأسا، المسح على الرأس فقط، وأما الرقبة مسحها بدعة. نعم. ماذا على من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ في التشهد الأخير أو في غيره؟ لم يوضح. إن كان في التشهد الأخير فهي ركن من أركان الصلاة. إن كان في التشهد الأخير فهي ركن من أركان الصلاة، فإذا ذكر فإنه يجلس جلسة التشهد مستقبل القبلة ويأتي بالتشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم ويسجد للسهو. إذا طال الوقت وهو تارك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير فإنه يعيد الصلاة من جديد. نعم.